السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج دروس الصف الثالث الثانوي مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول. عنوان الدرس: القطوع الناقصة والدوائر. الجزء الأول: مراجعة وتعديل. الأستاذة هدى أحمد عسيري. معكم المعلم المقدم حسن بن محمد علي مقبول. نبدأ أولا بأهداف هذا الدرس. أهداف درسنا لهذا اليوم هو تحديد خصائص القطع الناقص وتمثيل منحناه بيانيا. أهداف الدرس: تحديد خصائص القطع الناقص وتمثيل منحناه بيانيا. ما هو القطع الناقص؟ ما هو القطع الناقص؟ القطع الناقص هو المحل الهندسي، المحل الهندسي لمجموعة النقاط في المستوى التي يكون بعديها عن نقطتين ثابتتين، عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت دائما، يساوي مقدار ثابت دائما. أي نقطة من نقاط القطع الناقص مجموع البعدين عن النقطتين الأولى والثانية يساوي دائما مقدار ثابت، وهذه النقطتين تسمى البؤرتان، تسمى البؤرتان. القطع الناقص له رأسان، رأس أول ورأس ثاني، والرأسان مع البؤرتين يكونوا على المحور الأكبر، ورأسان مرافقان، رأسان مرافقان، الرأسان المرافقان يكونوا على المحور الأصغر. الرأسان والبؤرتان والمركز على مستقيم واحد هو المحور الأكبر. الرأسان المرافقان والمركز يكونوا على المحور الأصغر، يكونوا على المحور الأصغر. هذا تعريف للقطع الناقص. خصائص القطع الناقص، نريد تحديد خصائص القطع الناقص وتمثيل منحناه بيانيا، وتمثيل منحناه بيانيا. خصائص القطع الناقص، نبدأ أولا بالقطع الناقص. نلاحظ في هذا القطع الناقص أن المحور الأكبر، المحور الأكبر يوازي محور X، والمحور الأصغر بيوازي محور Y. معادلته بالصورة القياسية، معادلته بالصورة القياسية X ناقصا الـ H الكل تربيع على الـ A تربيع، زائدا Y ناقصا الك الكل تربيع على البي تربيع، وهذا يساوي العدد واحد، وهذا يساوي العدد واحد. في هذه المعادلة دائما نلاحظ أن الأ تربيع أكبر من البي تربيع، الأ تربيع أكبر من البي تربيع. القطع الناقص محوره الأكبر يوازي محور X لأن الـ A تربيع أسفل قيمة الـ X. الـ A تربيع هي مقام للـ X، مقام للـ X. من أجل هذا لاحظنا أن المحور الأكبر يوازي محور X.
المحور الأصغر يعتمد على قيمة البي، البي تربيع تحت الواي، إذا المحور الأصغر يوازي محور واي، يوازي محور واي. نأتي الآن إلى الخصائص. أولاً الاتجاه، الاتجاه المحور الأكبر أفقي، المحور الأكبر أفقي. لماذا المحور الأكبر أفقي؟ لوجود الـ A تربيع تحت الـ X، لوجود الـ A تربيع تحت الـ X. المركز H و K، الـ H الموافقة مع الـ X و الـ K الموافقة مع الـ Y، وهذا المركز C، المركز اللي هو السي. البؤرتان، البؤرتان هي H زائد أو ناقص السي، زائد أو ناقص السي والكي. التغير راح يكون في قيمة الـ X، التغير في قيمة الـ X. الـ H نضيف لها السي هتجي عند البؤرة F2، نطرح منها السي هتجي عند الF1، قيمة الكي ثابتة، قيمة الكي ثابتة. الرأسان برضو هيكون التغير في الX والX معاها الH، H زائدا أو ناقص الA، هذا في قيمة الX والK هي قيمة الY. نلاحظ التغير في قيمة الX، مرة نضيف لها القيمة A ومرة نطرح منها القيمة A، لأن التغير هنا في الX. الرأسان المرافقان، الرأسان المرافقان، نلاحظ الرأسان المرافقان وين؟ على التغير في الواي، رأس في الأعلى ورأس في الأسفل. الرأسان المرافقان H وقيمة الإكس ثابتة هنا H، ومن قيمة الواي K زائدا البي هتكون البؤرة العليا، وK ناقصا البي رأس المرافق الأسفل. إذا الرأس الأعلى والرأس الأسفل يعطى بالقاعدة H و K زائدا أو ناقصا B. المحور الأكبر يوازي من؟ المحور الأكبر يوازي ال X، المحور الأكبر يوازي ال X، والذي يوازي ال X معادلته Y تساوي الكي، واي تساوي الكي. طول المحور الأكبر هيساوي 2 A، طول المحور الأكبر بيساوي 2 A. المحور الأصغر، المحور الأصغر X تساوي ال H، يوازي محور الواي معادلته X تساوي، تساوي من؟ تساوي قيمة ال H. طول المحور الأكبر من الرأس إلى الرأس طوله هيساوي 2 B، طوله يساوي 2 B. العلاقة بين ال A وال B وال C هي C تربيع، C تربيع تساوي A تربيع ناقصا B تربيع، A تربيع ناقصا B تربيع. بأخذ الجذر حتكون قيمة السي تساوي، قيمة السي تساوي الجذر التربيعي لA تربيع ناقصا B تربيع، الA تربيع ناقصا B تربيع. نلاحظ لدي الثوابت الH والK والA
والبي والسي، تحدد خصائص القطع الناقص، تحدد خصائص القطع الناقص. إذا هذا القطع الناقص عندما يكون المحور الأكبر أفقي، عندما يكون المحور الأكبر رأسي، ماذا يصبح؟ نلاحظ هنا في المعادلة x ناقصا ال h الكل تربيع على ال b تربيع على ال b تربيع، زائدا y ناقص ال k تربيع على ال a تربيع يساوي العدد واحد. نلاحظ أن ال a تربيع تحت ال y تربيع، تحت ال y تربيع، بما أنه تحت ال y تربيع إذا المحور الأكبر يوازي محور y، يوازي محور y. الصفات والخصائص، الاتجاه المحور الأكبر رأسي، المركز H و K، البؤرتان حيكون التغير مع ال Y، H و K زائدا أو ناقصا ال C، الرأسان بي واحد وبي اثنين التغير في ال Y، H و K زائدا أو ناقصا قيمة إيه؟ قيمة ال A، الرأسان المرافقان التغير بقيمة ال x، h زائد أو ناقصا ال b و ال k. المحور الأكبر، المحور الأكبر يوازي هنا يوازي محور y، معادلته x تساوي h، طوله يساوي ال 2a، طوله يساوي ال 2a. المحور الأصغر يوازي محور X، معادلته Y تساوي K، طوله يساوي 2B. العلاقة بين الـ A والـ B والـ C هي C تربيع تساوي A تربيع ناقصا الـ B تربيع، أو الـ C تساوي الجذر التربيعي لـ A تربيع ناقصا الـ B تربيع. نبدأ الآن في الأمثلة. طبعا هنا الثوابت ال H وال K وال B وال C، H و K و A و B و C هي ثوابت وتحدد خصائص القطع الناقص. تدريب المستقيم المار بالبؤرتين وطرفاه على القطع الناقص، ما هو هذا المستقيم؟ المستقيم الذي يمر بالبؤرتين، نراجع الخصائص، المستقيم المار بالبؤرتين هل هو الرأسين؟ الرأسين المرافقين، المحور الأكبر، المحور الأصغر. بما أنه مستقيم إذا حتكون الإجابة C أو D، ولكن المستقيم الذي يمر بالبؤرتين هو المحور الأكبر، إذا إجابتنا هي C. المستقيم المار بالبؤرتين وطرفاه على القطع الناقص هو C. مثال آخر، المسافة بين الرأسين، المسافة بين الرأسين، المسافة بين الرأسين، وحتكون هذا الطول المحور الأكبر، طول المحور الأكبر بما أنه الأكبر إذا حتكون A، المحور الأكبر طوله 2a، المسافة بين الرأسين هتكون ايه؟ طول المحور الرأسي، إذا هنا المسافة بين الرأسين هتكون 2a. العلاقة بين الـ A والـ B والـ C في القطع الناقص، الـ A والـ B والـ C في القطع الناقص، نلاحظ أن الـ A هو دائما أكبرهم، الـ A دائما أكبرهم. إذا العلاقة بين الـ A والـ B والـ C إذا لاحظنا هنا
A تربيع تساوي B تربيع ناقص C تربيع، معنى كده إن الـ B أكبر من الـ A. هنا الـ A تربيع تساوي C تربيع ناقص الـ B تربيع، معنى كده في الـ B الـ C أكبر من الـ A. لو أخذنا الـ C تربيع تساوي A تربيع زائدا الـ B تربيع، وهي نفس العلاقة B. إذا أخذنا الـ B تربيع حولناها للجهة الثانية، A تربيع تساوي C تربيع ناقص الـ B تربيع، معنى كده أن الـ C تربيع هي الأكبر. أما هنا الـ A تربيع تساوي B تربيع زائدا الـ C تربيع، الـ A تربيع أكبر من الـ B تربيع، والـ A تربيع أكبر من الـ C تربيع. إذا الإجابة راح تكون الـ D. المسافة بين البؤرتين، المسافة بين الرأسين 2a، المسافة بين الرأسين المرافقين 2b، المسافة بين البؤرتين هي 2c. تدريب: حدد خصائص القطع الناقص المعطى معادلته، ثم مثل منحناه بيانيا. هنا أريد أن أحدد خصائص القطع. أولا، أول ما نبدأ به ننظر إلى المقام، أيهما المقام الأكبر؟ المقام الأكبر اللي هو 36، 36، والستة وثلاثين موجودة تحت من؟ تحت x ناقص 3 لكل تربيع. معنى كده إنه المحور الأكبر راح يكون يوازي محور x. المحور الأكبر يوازي محور x. نبدأ أولا المركز ناقص 3 وواحد، إذا حيصير المركز 3 وسالب واحد. ال H وال K المعادلة على الصورة، X ناقص H لكل تربيع على A تربيع، زائدا Y ناقص K لكل تربيع على B تربيع تساوي الواحد. لماذا وضعنا ال A هنا؟ ال 36 تحت ال X. ال H تساوي 3، ال K تساوي سالب واحد، الـ A تربيع 36، إذا الـ A جذر 36 تساوي 6، الـ B تربيع تساوي 9، إذا الـ B يساوي جذر 9 ويساوي 3. C تساوي الجذر التربيعي لـ A تربيع ناقصا B تربيع، وتساوي جذر التربيع لل 36 ناقص 9، 36 ناقص 9 وتساوي 3 جذر 3، وهذه قيمة السي. نبدأ الآن، وجدنا الـ H والـ K والـ A والـ B والـ C، نوجد الخصائص. أولا الاتجاه أفقي، ثانيا المركز H و K اللي هو 3 وسالب 1، البؤرتان H زائد C و H ناقص C. الـ C طلعناها 3 جذر 3 والـ H 3، إذا تصبح عندي البؤرتان 3 زائد أو ناقص 3 جذر 3، والـ K اللي هي سالب 1. الرأسان H زائد أو ناقص الـ A و الـ B، زائد أو ناقص الـ A والـ B. الـ H بـ3 والـ A بـ6، البؤرة الأولى الرأس الأول 3 زائد 6، 3 زائد 6 يساوي 9، و الـ K هيساوي مين؟ سالب 1. ثانيا 3 ناقص 6، 3 ناقص 6 هيساوي سالب 3، والكي كما هو سالب واحد، الكي كما هو
سالب واحد. الضغطان موافقان، الآن حتكون عملية الجمع مع الواي. اتش و كي زائد أو ناقص البي، الاتش بثلاثة، الكي بي سالب واحد، سالب واحد زائد البي سالب واحد زائد ثلاثة اثنين، وسالب واحد سالب ثلاثة سالب أربعة. إذا ثلاثة واثنين ثلاثة وسالب أربعة. المحور الأكبر، المحور الأكبر يوازي محور إكس، واي تساوي الكي تساوي سالب واحد، واي تساوي الكي، وإذا الواي تساوي سالب واحد. المحور الأصغر إكس تساوي الإتش، بمعنى أن الإكس تساوي العدد إيه؟ العدد ثلاثة. الإكس تساوي العدد ثلاثة. ونبدأ بتمثيل إيه؟ الرأسان والرأسان المرافقان، ونعمل القطع الناقص بينهم، نعمل القطع الناقص بينهم. الرأسان للقطع الناقص الذي معادلته تسعة في واي ناقص اثنين الكل تربيع زائد 25 اكس ناقص 3 الكل تربيع يساوي 225. ما هما هذان الرأسان؟ المعادلة ليست على الصورة القياسية، المعادلة ليست على الصورة القياسية. إذا نريد أن نحول المعادلة أولا إلى الصورة القياسية، وذلك بالقسمة على 225. نقسم على 225، نقسم المعادلة جميعها على 225. لكن عملية الاختصار تصبح عندي y ناقص 2 لكل تربيع على 25، x ناقص 3 لكل تربيع على 9 تساوي الواحد. من صورة المعادلة هذه، المعادلة رح يكون القطع رح يكون محور الأكبر يوازي محور واي. قيمة الـ A، الرأسان يعتمد على قيمة الـ A. قيمة الـ A جذر الخمسة وعشرين، جذر الخمسة والعشرين يساوي الخمسة. إذا هنا نلاحظ H تساوي ثلاثة والواي تساوي اثنين، ثلاثة واثنين هذا المركز، هذا المركز. الإضافة راح تكون مع مين؟ مع الواي. أضيف لها قيمة الـ A وأطرح منها قيمة الـ A، إذا هتصبح عندي ثلاثة و اثنين زائد أو ناقص العدد خمسة. الـ H باثنين، الـ K بثلاثة، إذا هتصبح ثلاثة و اثنين، ثلاثة واثنين، الـ A تساوي الخمسة، الـ B تساوي الثلاثة، الـ C تساوي الأربعة. أحتاج إلى الـ A، إذا الإضافة مع لي الرأسان، الإضافة H و K زائد الـ A، ثلاثة و اثنين زائد أو ناقص الخمسة، وهي الإجابة الـD، وهي الإجابة الـD. تدريج اختياري، المستقيم المار بالمركز يمر بالمركز وعمودي على المحور الأكبر. المستقيم المار بالمركز هذا القطع، المستقيم هذا المحور الأكبر وهنا المركز، والذي يمر في المركز وعمودي على المحور الأكبر يسمى المحور الأكبر أصغر، يسمى المحور الأصغر. إذا هنا إجابتنا راح تكون المحور الأصغر. تدريب، حدد خصائص القطع الناقص الذي معادلته.
أربعة إكس تربيع زائدا واي تربيع ناقصا 24 إكس زائد 4 واي زائد 24 تساوي الصفر. هذه معادلة من الدرجة الثانية ذات مجهولين X وY، والX من الدرجة الثانية والY من الدرجة الثانية. نبدأ نشوف كيف نحلل هذه المعادلة، نحولها إلى الصيغة القياسية، نحولها إلى الصيغة القياسية. عندما نجد الصيغة القياسية نستطيع أن نحدد الخصائص. المعادلة، نبدأ أولا بتجميع الإكس مع بعض والواي مع بعض، الحد الثابت ينقل إلى الجهة الأخرى. 4 إكس تربيع ناقص 24 إكس زائدا واي تربيع زائد 4 واي، نريد الإكس تربيع، الإكس تربيع معاملها الواحد. ناخذ الأربعة عامل مشترك، ناخذ الأربعة عامل مشترك، أصبح عندي 4 إكس تربيع ناقصا 6 إكس، 4 في إكس تربيع ناقص 6 إكس، زائدا واي تربيع زائد 4 واي يساوي سالب 21. الخطوة التي بعد ذلك، الجزء الأول إكس تربيع ناقص 6 إكس، أحوله إلى مربع كامل. والجزء الثاني واي تربيع زائد 4 واي احوله الى مربع كامل، تحويل لمربع كامل بماذا؟ اضافة نصف معامل اكس، نصف معامل اكس تربيع. اذا نصف المعامل الستة نصفها ثلاثة، تربيعها يساوي العدد تسعة، اضيفه في داخل القوس وايضا اضيفه خارج القوس بعد عملية الضرب في الأربعة. بالمثل نصف معامل الواي 4 تقسيم 2 2 تربيعها الأربعة. الآن جزئية الجمع هنا ناقص 24، 4 في 9 36، 36 زائد 4 40، 40 ناقص 24 16، وهنا مربع كامل يصبح اكس ناقص 3 الكل تربيع زائد واي زائد 2 الكل تربيع. وجدنا المعادلة قربت إلى أن تكون في الصيغة القياسية. نقسم على العدد 16 للطرفين، قسمنا على 16 هتبدأ بعملية الاختصار، على الأربعة فيها واحد، على الأربعة المقام فيها أربعة، زائدا واي زائد اثنين الكل تربيع على 16. ونلاحظ هنا أن العدد الأكبر 16 تحت الواي، إذا المحور الأكبر يوازي الواي، المحور الأكبر يوازي الواي، أي أن القطع راح يكون رأسي، القطع راح يكون رأسي. الصيغة القياسية x ناقص h الكل تربيع على b تربيع، زائدا y ناقص k الكل تربيع على a تربيع تساوي العدد واحد، تساوي العدد واحد. ومن هنا أستطيع أن أجد بقية الخصائص، من هنا أستطيع أن أجد بقية الخصائص. قيمة ال h تساوي 3، قيمة ال k تساوي سالب 2، هنا A تربيع 16 بمعنى أن الـ A رح يساوي العدد 4، وقيمة الـ B تربيع تساوي الأربعة، أي أن الـ B تساوي الاثنين. C حتساوي A تربيع ناقص B تربيع تحت الجذر، 16 ناقص الأربعة هيساوي 12، والـ 12 بتساوي 2 جذر 3. وجدنا الـ A والـ B والـ C والـ H والـ K، الاتجاه رأسي من شكل المعادلة، المركز H و K 3 و سالب 2،
البؤرتان H و K زائد أو ناقص ال C وهو يساوي 3 وناقص 2 زائد أو ناقص 2 جذر 3. الرأسان الرأسان 3 و2 3 وناقص 6 اللي هي H H وزائد وناقص ال A H و K زائد أو ناقص ال A. ال H تساوي 3، ال K يساوي سالب 2، قيمة ال A بتساوي 4، سالب 2 زائد 4 حتساوي 2، وسالب 2 ناقص 4 تساوي سالب 6. الجزئية الثانية، الرأسان المرافقان حتكون الإضافة مع ال H. ال H بثلاثة، هنضيف ونطرح منها قيمة ال B. قيمة ال B، ال B بتساوي 2، ال B تساوي ال 2، 3 ناقص 2 حتساوي 1، أيضا 3 زائد ال 2 حتساوي 5، وقيمة ال K ثابتة، وقيمة ال K ثابتة. المحور الأكبر، المحور الأكبر معادلته X تساوي ال H وهو يوازي المحور Y، يوازي المحور Y، معادلته X تساوي 3. المحور الأصغر Y تساوي سالب 2 ويوازي المحور X، ويوازي المحور X. وعملية التمثيل البياني، نرسم الرأسين والرأسين المرافقين ونصل بينهم بالمنحنى، ونصل بينهم بالمنحنى. ممتاز يا فنان. إذا هنا وصلنا إلى الرسم في النهاية، وجدنا الخصائص من المعادلة، والمعادلة كانت في الصيغة العامة وليست في الصيغة القياسية، في الصيغة العامة وليست في الصيغة القياسية. مثال: النقطة التي في منتصف المسافة بين البؤرتين، منتصف المسافة بين البؤرتين، ماذا نسميها؟ هل نسميها هي نقطة، نسميها المحور الأكبر، نسميها الرأسين، أم الرأسين المرافقين، أم المركز؟ النقطة في منتصف المسافة بين البؤرتين، هذا القطع، وهنا البؤرة الأولى والبؤرة الثانية. النقطة هذه تسمى إيه؟ النقطة هذه تسمى المركز. ممتاز، تسمى إيه؟ تسمى المركز، تسمى المركز. إذا هنا النقطة بين البؤرتين في منتصف المسافة نسميها المركز. مثال آخر: طول المحور للقطع، المحور الأكبر للقطع الناقص يساوي المسافة بين مين ومين؟ أبا المحور الأكبر طوله قد إيه؟ هل هو بين البؤرتين؟ أو بين الرأسين؟ أم الرأسين المرافقين؟ المحور الأكبر، إذا رسمت القطع هنا المحور الأكبر من هنا إلى هنا، المسافة كبيرة نسميها الرأسين أم البؤرتين أم الرأسين المرافقين؟ المسافة الكبيرة وهنا المسافة الصغيرة، الرأسين المسافة الصغيرة هي الرأسين المرافقين، أما البؤرتين، البؤرتين حتكون في الداخل. المسافة الكبيرة هذه تسمى الطول المحور الأكبر للقطع الناقص، طول المحور الأكبر للقطع الناقص. إذا هنا
الرأسين، الرأسين اللي هي الإجابة البي. مثال آخر، بؤرتا القطع الناقص، بؤرتا القطع الناقص الذي معادلته x ناقص 6 الكل تربيع على 9 زائد y زائد 3 الكل تربيع على 16 يساوي العدد 1. الآن العدد الأكبر تحت مين؟ العدد الأكبر تحت مين؟ نلاحظ العدد الأكبر تحت الواي، تحت الواي. إذن هذا القطع رح يكون قطع رأسي، والبؤرتان البؤرتان نوجد، لابد أن نوجد مين؟ نوجد السي. السي حتساوي 16 ناقص 9 اللي هو العدد 7، العدد 7 تحت الجذر حيكون جذر 7. طيب اضيفها لمين واطرحها لمين؟ ممتاز، اضيفها لمين واطرحها لمين؟ بما انه التغير زي ما قلت انت المحور واي، المحور واي حيكون التغير ايضا في الواي، حضيف السبعة واطرح السبعة من الواي. طيب الواي وينها الواي؟ الواي هنا، الإضافة والطرح في الواي هنا أو هنا. طيب ما هي قيمة الواي هنا؟ هل قيمتها 6 ولا قيمتها السالب 3؟ أضيف السي للكي وأطرحها من الكي، طبعا الكي أهي اللي هي سالب 3 اللي هي مع الواي. إذا إجابتنا راح تكون في البي، إجابتنا راح تكون في البي اللي هي البي. انتبه هنا، الستة هذه مع مين؟ مع الاكس، الستة مع الاكس، ولكن الواي اللي هي معها الكي معها مين؟ العدد سالب ثلاثة، العدد سالب ثلاثة، الكي سالب ثلاثة، الإضافة والطرح زي ما قلت ايه مع الكي وليس مع ايه مع الاتش، الاتش بالستة، الكي سالب ثلاثة، إذا الإجابة في البي. لحظة، المعادلة في الصورة القياسية عندما يكون المحور الأكبر أفقي هيكون الاي تربيع تحت الاكس، الاي تربيع تحت الاكس، x ناقص h الكل تربيع على a تربيع، ال a تربيع هو العدد الكبير، زائدا y ناقص k الكل تربيع على ال b تربيع يساوي الواحد. المحور الأكبر أفقي، إذا الإضافة لل h ال k كما هي، البؤرتان أيضا أضيف لل h وال k كما هو، البؤرتان أضيف ال c والرأسان أضيف ال a. العكس الآن، المحور الأكبر رأسي، ألاحظ القيمة الكبرى تحت الواي، الإضافة حتكون مع الكي، الرأسان H وكي زائد أو ناقص واحد زائد أو ناقص الA، والبؤرتان H وكي زائد أو ناقص C. نلاحظ هنا الA تربيع ناقص الB تربيع تساوي الC تربيع، العدد A هو العدد الأكبر. بكذا انتهى درسنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس آخر بإذن الله.